وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المستشار والحقوقي الأستاذ المحامي فريد غازي. نرحب بك بداية في نشرة الثامنة. كيف ينعكس هذا التوجيه الملكي السامي على تأهيل المحكومين وتعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين؟ مساء الخير. لا شك بأن توجيهات جلالة الملك حفظه الله توجيهات سامية، من شأنها أن تخفف على المجتمع أعباء وأسر المحكومين أعباء بقائهم في السجن لجرائم مختلفة بحسب درجة الحكم الصادر. إن جلالته قد أدرك بحسه الرفيع حقيقة، وبأن مدى معاناة الأسر من يكون لديهم محكوم في بعض الجرائم، وكما أشاد معالي وزير الداخلية بما لا يمس حقوق المجني عليهم، وأيضا ردع الجريمة المجتمع في مملكة البحرين. فإن جلالة حفظه الله وبتوجيهات معالي وزير الداخلية وبتطبيقات إدارة وحدة تنفيذ الأحكام في وزارة الداخلية يعون مدى معاناة الأسر لبعض الجرائم ممن يقع بعض من يعني يتهمون ويصدر عليهم أحكام وينفذ عليهم الحكم في جرائم معينة. الأسر تعاني حقيقة معاناة كبيرة نتيجة هذا الخطأ. في نفس الوقت هنالك قابلية للجاني بأن يتم إصلاحه وتأهيله من خلال العقوبة البديلة لكي يعود فردا صالحا ينضم إلى المجتمع من جديد. فكل هذه المعاناة، وبطبيعة الحال بأن جلالة الملك وهو أب للجميع يدرك وتصله الكثير من الرسائل والمعاناة لهذه الأسر، وترجمها حفظه الله في هذا القانون الذي له مكانة رفيعة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، لأن الأسر لهم حقوق وكما للمجني عليهم دون المساس بحقوق المجني عليهم. ولكن هذا توجه لإصلاح المجتمع لكي يعود من أخطأ وخالف القانون ليكون فردا صالحا، ففرصة وفرها جلالة الملك حفظه الله وبتوجيهات من معالي الفريق الركن ومعالي وزير الداخلية لكي يتم الإصلاح. لذلك أنشأت إدارة التنفيذ وإدارة التنفيذ الأحكام في وزارة الداخلية حقيقة لها كل الشكر والتقدير، لأنها تعمل، ونحن كمشتغلين بالقانون نعلم مدى صعوبة التطبيق وفي التعامل مع الجرائم المختلفة والشخصيات المختلفة من بحرينيين ومقيمين، ودرجة وتشعب الجرائم في المجتمع البحريني بطبيعة الحال، وهذا أمر طبيعي. لذلك وجدت هذه العقوبات البديلة لكي نصلح جميعا وننفذ توجيهات جلالة حفظه الله. نعم. بأن يتم إصلاح المحكومين وعودتهم إن شاء الله للمجتمع. نعم أستاذ فريد، سؤال آخر، كيف سينعكس هذا القانون أو هذه العقوبات البديلة على تأهيل المحكوم وكذلك بما يحافظ على قوة وتماسك المجتمع البحريني؟ بطبيعة الحال انعكاس كبير، وأنا يعني أقول ذلك من واقع تجربة ومعاناة ألمسها من أهالي المحكومين. نعم. لدرجة بأن هذه التوجيهات والتوجهات التي صدرت عن جلالته حفظه اليوم وبيان معالي وزير الداخلية حفظه الله، تلقيت العديد من الاتصالات من الأسر تستفسر أكثر عن القانون وتريد كيف، ونحن نرشدهم كيف تتم عملية التطبيقات، وكيف كما تناول بيان معالي وزير الداخلية هنالك كأن يتم توظيفه. طبعا هنالك القانون حدد العقوبة، يعني باختصار للمشاهد الكريم العقوبة، أما أن يتقدم المحامي وذويه
لمن محكوم بسنة فأقل لطلب العقوبة البديلة المطروحة في القانون، أما للقاضي يختص بالعقوبة البديلة أثناء نظر الدعوة من سنتين إلى 5 سنوات يحكم بالعقوبة البديلة وأتاح له القانون ذلك. وأما المؤسسة الإصلاحية لها أيضا وفقا للقرارات المنظمة لذلك أن تطلب بعقوبة بديلة. إذن هنالك عدة جهات حددها القانون، وهنالك قرارات منظمة صدرت لتفسر وتطبق هذا القانون، من شأنها أن تخفف معاناة الأسر لمن لديها محكوم. لذلك نعم. عمليا بأن توجهات جلالة الملك اليوم بالتحديد وبيان معالي وزير الداخلية حفظهم الله جميعا بأنها يعني متنفس لنا كحقوقيين نعمل في مجال حقوق الإنسان، بأنه فعلا البحرين في مصاف الدول المتقدمة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وهو ما نتباهى به ليس نعم على الصعيد شكراً. المحلي وإنما على الصعيد الدولي. نعم، المستشار والحقوقي المحامي فريد غازي، شكرا جزيلا لك.